حلوة الصراحة. حلو الصراحة. أنا يحبوا الشخص مثل ما هو. ايه حلو الواحد الشخص. ايه. صح. حلو يكون حقيقي يعني. سبق سنة وتحديتي كل مذيعات البرامج الصباحي وقلتي لهم أنا الأقوى فيكم. هلا رح ترجعي الأقوى؟ أنا ما بعتبره ولا مرة تحدي لأنه كل إنسان بس ما بيقولها يمكن، كل انسان بيعتبر حاله الاقوى. انت قلتيها، ليش بيعتبر حاله الاقوى؟ لانه لو ما انا حاسه حالي قويه كنت بتعلم وبشتغل على حالي لحتى اتطور، سو اليوم انا بعمل قد ما بقدر وكل يوم الحياه والتجارب بتصير تعلمك، سو ايه انا الاقوى. حلو برجع بقولها. انا عندي سؤال بالنسبه لإلي اكيد. انا عندي سؤال كثير صريح وبدك تجاوبيني بصراحه. تفضل. شو سر اعترافك انه اللي بيشتغلوا معك ما بيحبوكي؟ أنا هيك بقول. هيك سمعنا. أنا ما اشتغلت مع ولا إنسان إلا إنسان ما بيحبني. آه يعني في حدا. يعني بعدني أصحاب من أيام تلفزيون لبنان للإذاعات للإل بي سي للإم تي في لكل اللي اشتغلت معهم بعدني أصحاب معهم وبنتغدى وبنتعشى وبنسهر، واللي هو مزعوج مني أو متضايق مني بتكون مشكلته مش مشكلتي. بس بيقولوا إنك صارمة ما بتتقبلي الغلط. ما بتقبل قلة الاحترام. قلة الاحترام. يعني أنا بتقبل بدك إياه بس ما توصل الشغلة لقلة احترام، هيدي ما بقبلها أبداً. في فرق يمكن بين الشغل وبين الشخص بحياته سنة يعني. لا بكل شيء بكل شيء. بالشغل حلو الواحد يكون صارم خاصة. لا لا أنا حتى بحياتي صارمة. أنا بحياتي يعني حتى مع صارمة مع بناتي مع أصحابي بشغلي لأني هالقد صادقة. ما بقبل الغلط بس كيف الغلط برجع بقلك الأغلب كلنا بنغلط أنا كتير بغلط بس الغلط اللي عملتيه أنت مش بقصدك شيء والغلط الأذية وقلة الاحترام لا ما بقبلها ما بقبلها وباي ذا واي بدي كمان بدي صلح شغلة واحدة صغيرة كنت عم تقوليها أنه أنا ولا مرة بولا تصريح قلت أنه أنا أقوى حدا أنا قلت برنامجي أقوى برنامج يعني بس أنت للتوضيح أنت عملت البرنامج يا صاحبي إيه هلا أنا عملته بس أنه أنا مش لحالي يعني بتكون الإذاعة قوية المعدين معي يعني كلنا سوا عملنا برنامج قوي مثل برنامجكم أنتوا أقوى ناس والبرنامج أقوى لأنه في كمان ناس عم يشتغلوا بس اسم الله عليكي سنة عم تتحلي مع أنه سمعنا أنه صرتي تايتا سرتيتا ايه عن جد خي خي طب كيف هالشعور؟ هيدا احلى كومبليمون هلا لهلا بعد ما قلت جاي تيتا صار يقول تا 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 بس انا بقول لهم عم بيقول لي تيتا 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 احلى شعور عم تنسبي اول كلمه ايه يعني احلى شعور انه بكره ولد يركض لعندي انا كثير بحب الاولاد وخاصه ابن بنتي يعني. يعني انت التيتا يلي بيحطوا الاولاد عندك وبيروحوا بيسهروا لهلا لا لانه بنتي مهووسه ومسرسبه كثير بس ناطره هالنهار اه عبالك يعني ما عندك مشكله لا حلو. انا بموت بالاولاد خاصه ابن بنتك يعني يلي اكثر حدا بحبه بالعالم